نهج البردة، الله. جزء من نهج البردة، ولكن محاكاة لمولانا سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني، والذي قال فيه مولانا الشيخ الشعراوي: وكأنها صيغت ليتغنى بها العطواني. الله، جميل أوي. فنص يعني نسمعكم نسمع. جزء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله أفهم قلبي منذ كنت فتى، فلا تراني لغير الحب ملتفتا. ما تخلى منهم طي الضمير متى، كم عاذل عاد لي بالعذل ما سكتا. وصاحبي صاحبي لما إلي أتى، فما لعينيك إن قلت اكفُ فاهمتا، وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله يشهد أن الصب منكظم من الغرام، وفي أحشائه ألم كأن فاه من الكتمان ملتجم، ودمع عينيه من جفنيه منسجم من حر نار لها في قلبه ضرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله يذهب ما بالقلب من علل ومن سقام، حشى الأحشاء من غلل ومن دموع جرحنا الخد من بلل. في ثورة لفريد حل في حلل، إن حلها مذنب أخلته من خلل. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعالم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحسنت. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.